بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبتي غاليتي يا أغلى دندونات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في لا فيديو. أتمنى لكم يوم سعيد وحياة أسعد إن شاء الله. كالعادة والعوايد جيتكم بهذا لا فيديو اليوم تكملة للتروسو تاع الكوزينة، يعني سلسلة لاني نخدمها معاكم. قلت لكم راح ندير لكم لي فيديو نخليهم كمرجع في القناة، تعاودوا تولوا ليهم مالغري يعني دخلنا في شهر رمضان، ولكن ما نعتبرهاش انا هذه كمشاريع لشهر رمضان، راني ندير لكم فيها كمرجع تعاودوا تولوا للفيديوهات وتشوفوا عليهم الا حبيتوا طبعا. اليوم راح ندير معاكم كالعاده ريدو تاع كوزينه، موديل جديد راح نديرو. هذا الموديل انا اخترته، يعني كانت جارتي هنايا حبت، قالت لي خدمي لي حاجه مخالفه، حاجه يعني ماشي كيما مال فين نديروها. دائما انا مع هذا القماش اللي قلت لكم راني نستعمل فيه تاع لي ريدو، ماشي تاع الكوزينه، ماشي الخاص بالكوزينه، هذا رانا نديروه في الشنابر ونديروه. هذا الرشام يعيطولو الياسمينه. دائما شريته قلت لكم 50000 للمتر، هذا الموديل شريته 50000 للمتر. وراح نستعمل قماش تاع ليدغا، قماش تاع ليدغا. انا هذا القماش فيتنام شريته 35000 للمتر. طبعا البنات كما راكم تشوفوا هذا القماش يجي مخطط على العرض، يعني يجي هكذايا، ولكن انا يا حبيت يكون الموديل تاعي يكون هكذا الخطوط يجوا بالطول، يعني باش يجي منظر شباب خير من اللي يجيني بالعرض. انا ما نحبش هذاك المنظر، يعني يجيك شغل حاجه مغمومه في الكوزينه. حبيت ندير القماش يجي الخطوط تاعو بالطول هكذايا. على ذاك يعني انا اخترت اني نستعمل القماش على حساب العرض اللي نسحقه. مثلا نعطيكم مثال، انا عندي طاقة تاع الزبونة نتاعي، وهي عندها بورت فونتر، عندها باب ومسامح طاقة. الباب انا خدمته، يعني انا كنت خدمته لعالينا، هي نفس الخدمة برك يعني تبدلوا في المقاسات. والطاقة راح نخدمها معاكم. دائما انا عطيت لكم القاعدة اللي تتبعوها، اللي هي انكم تاخذوا قيمة تاع الطاقة تاعك او لاتخان تاع الطاقة تاعك وتضربيها في اثنين، في اثنين هي اللي تشري القماش. مثلا احنا هذا القماش انا راني عارفة باللي العرض نتاعه 2.80 متر، يعني راح يفضل لي منه بزاف. وهذا اني عارفة باللي العرض تاعه هو 2.40، ولكن انا قلت لكم الخطوط درتهم هكذايا، درتهم بالطول، لذلك يعني راح شويه نتريشي كما احنا نقولوا. راح نشري العرض تاع القماش راح نديره في الطول، والطول راح نديره في العرض. اما اذا كنت انت راح ديري موديل اخر يكون الرشام تاعو باين وواضح، يعني تكون الرسمه واقفه هكذايا، طبعا يكون القياسات يعني شويه خدموا راسكم يعني في هذا الصوالح، باسكو علاه الخياطه هذه لازم تخمي لها ولازم تفكري لها، ماشي راح تصيبي اي رشام ولا اي موديل واجد كيما انايا. مستحيل اني مادام لقيت هذا القماش هكذا يتباع هكذا بالعرض هكذا، انا مادام حبيته بالطول راح نكسر راسي باش نخرجه بالطول، مفهوم؟ هذا واش حبيت نوصل لكم ميساج، يعني انا عطيت لكم القاعده طول تاع الطاقه تاعك فوا دو في اثنين، هذا هو القيس به يجي مكشكش شباب، يجي كيما الريدو اللي درتو معاكم نتاع الكوزينه. الاصفر هذاك اللي خدمتو يجي جاء حاجه شابه، مولاتو فرحت به بزاف. بون انا هنا قلت لكم واش نسحق، نسحق هذا القماش تاع لي دغا، نسحق القماش هذا. قلت لكم انا صاحبه الدوزان هذو طلبت مني انه الطاقه تجي فيها 1.60 متر، 1.60 متر، خلاص متفاهمين. انا واش درت؟ طبعا هذا فيه 2.80، راني قصيت منه، نحيت واش راني راح نسحق دوك نفهمكم كيفاه، والباقي دوك نوريلكم انا ثاني واش راح ندير به. هنايا نحتاج هذا القطعه، حبيت نزيد انا قطعه من فوق بالاحمر باه تكاسي لي الالوان هذوما، باه يجيني المنظر شباب عفوا، لاني خدمت الكراسي دخلت فيهم الاحمر. من بعد نوري لكم الموديل اللي خدمته، جا بزاف طوب، جا بزاف شباب. راح نوري لكم خدمت به الاحمر. الوغ حبيت ندخل في الريدو اللون الاحمر، هذا اللون الاحمر انايا البنات كيما خدمنا الاصفر بالذات نفس الشيء، راح نزيدو من الفوق كتلقيمه.
انا هنا كنت درت تحضيرات مسبقه، اني طويته على 2 وعطفت هنا 1 سنتيمتر او 1 سنتيمتر، وحددت بها تجيني الخدمه سهله. هذا ما كان هنا شحال ديت القياس نتاعي انا، انت هو اختياري، ولكن انا ديت هنا مسافة، مادام لا غفلة تاعي فيها 10 سنتيمتر، لا غفلة فيها 10 سنتيمتر، أنا شحال راح ندي؟ راح ندي تقريبا 15 سنتيمتر ولا 13 سنتيمتر. علاش البنات؟ قلت لكم دائما هنا خلوا أريحية لا غفلات. دوك نفهمكم واش معناتها الأريحية لا غفلات. مثلا أنا كي نركب لا غفلات، على بالكم دائما كي نركبو التخانق تاعنا راح تبقى لنا هنايا حوالي 3 سنتيمتر من الفوق منايا. هذه حاجه طبيعيه في الخياطه، ماشي انا درتها ولا. كي تركبوا دايما لا غفلات تجيكم واحد 3 سنتيمتر من الفوق، يعني غير محسوبه، يجيكم الريدو شويه مرفوض. على ذاك نزيدوا واحد 2 سنتيمتر ولا زياده على الحسابات تاعنا، باه نراعيو هذا المسافه اللي تجي من الفوق كي نركبوا لا تخانق تاعنا. ان شاء الله فهمتوا عليا واش راني حابه نفهمكم. انا هنا قلت لكم مديت 13 حتى 14 سنتيمتر حتى 15 هنايا نورمال. انتي وما حبيتي نراعي، راح ندخل هنا 1 سنتيمتر وواحد سنتيمتر تاع الخياطه ما نحسبوهمش. ودوك نشوفوا، قلت لكم نفس المراحل تاع الريدو اللي فات، رايحه ندير نجيب الوجه تاع الريدو الابيض هو اللي نسبق فيه. هاوليك الوجه نتاعو فوالا، راح نراعي اني هذوك يجو من التحت فوالا، البراج تاعو يجو من التحت طبعا فوالا. هكذا هنايا راح نجيب القطعه هذه، وراح نجيب القطعه اول حاجه راح نثبتهم. قلت لكم كيما الريدو السابقه، راح نجيب القطعه هذه هنا بتسهل المهمه باش ما يبقاوش يزغدوا عليا. هذا ما كان، يعني هذه هي الهدف من هذه الخطوه. استنوا دقيقه فوالا، درت وحده فوق وحده هكذا هكذا. الوجه مقابلني دائما، الوجه مقابلني تاع لي ستور وتاع الريدو هذايا نتاع لي دغ. واش راح ندير البنات هنا؟ الخطوه اللي قلت لكم رايحه نديرها هي هذه القطعه، هذه القطعة البنات اللي فضل لي من القماش نتاع الريدو نتاعي هذاك، راح نجي من جهة التبراج هذايا راح نحسب 30 سنتيمتر. 30 سنتيمتر انا هذا اختياري، تقدروا تستغناو عليها تماما، هذا ما ديروهاش. انا حبيت نديرها ك يعني زيادة للديكور فقط. هذه راح نزيدها انايا باه تزيد لي زعما جمال لهذا الريدو. هذا الموديل انا درته، انا حصري يعني درته عندي، ان شاء الله تستفادوا منه. فوالا راح نزيد هنايا هكذا هذه القطعه، يعني حاجه ما حنشروها زياده ولا من غير هذا. البنات اللي يقولوا لي شحال يدخل القماش في كذا وشحال يدخل القماش في كذا، انا راني نعطيك المقاييس اللي نخدم بهم. الحاجه اللي زعما بار اكزومبل دغاوس شحال يدخل فيه وشحال لازمني نزيد هكذا ونزيد هكذا القماش، انت ديري حسابك. مثلا مانيش عارفه انا نقول لك ديت 42 في هذه وزدت قطعه واحده اخرى فيها 40 سنتيمتر، الوغ لوجيكمون انت راح تزيدي ديك ال 40 سنتيمتر وديري حساباتك. عفوا يعني سمحوا لي لافوا تاعي شويه اليوم، اي سافا با كي العاده والعوايد، ما نزيدش نهضر على لافوا تاعي، راكم تعودتوا عليا كل نهار وبركتو، نهار مليحه ونهار لا لا. بسم الله توكلنا عليك يا الله. فوالا راح نشدها بالخياطه، نروح معها خياطه مستقيمه دائما هكذا، نروح معاها نحكم القطعه التحتانيه مع الوسطانيه مع هذه اللي زدتها، القطعه اللي زدتها الفوق، يعني راح تكون كاضافه جميله للريدو. فوالا نكمل معاكم ونعاود نرجع لكم. هنا البنات واش راح ندير بعد ما كملت التلقى نتاعو من الفوق؟ هاولي كاني درت كامل خيطته حتى الاخر، راح نفتح ورايحه نعطف كل قطعه وحدها، نعطفها يعني عادي كل قطعه تنعطف عادي، وراح نوصل حتى لهنايا ما نكملش لهنا، راح نوصل حتى لهنا باش تجيني من بعد من الفوق ساهل باش نخدم لا غفلات نتاعي.
فوالا هكذا. فوالا خياتي، كيما قلت لكم نخدمو نفس الخدمة كيما المرة اللي فاتت. راح نجيب القطعة نتاعي هذه اللي حنزيدها، فوالا نفتحها، الوجه نتاعها مع الظهر نتاع لي ريدو تاوعي. هاني قلبتهم، هاوليك الوجه، هاوليك الوجه، هاوليك، انا قلبتهم فوالا. وراح نخيط لهم هذه القطعة هنايا، راح ندير هذه القطعة هنايا فوالا هكذا. نفتح انا هذه اللي حددتها الواحد سنتيمتر ونتبع عليها هكذا، تجيني كل حاجة في بلاصتها. وراح نخيط عادي، ملاحظة فقط انك راح تخيطي فوق ال يعني تحت الخياطة اللي خيطتيها المرة الأولى، بما تخرج تبان هذا ما كان. بسم الله، نروح معها بالطريقة، نتبعو الطية اللي درتها اللي حددتها. تقدري ما ديريش هذه الطية وتخيطي كيما خيطت انا الخطرة اللي فاتت. طبعا هنا الخيط راني بدلت، راني نخدم بالخيط الأحمر، بدلت اللون تاع الخيط باه يجيني. دائما نقول لكم خدمة متقونة. فوالا خياتي، بعد ما كملت الخياطه انا في الجهه الاماميه نتاع الريدو نتاعي راني قلبت القطعه هذه كايليك كفاية مخيطه في القفه نتاعها. راح نقلبها ونراعي التحديد هذاك اللي حددته هنايا. تقدري يعني تخيطي كيما خيطته انا مباشره، بصح هذه الطريقه درتها يعني خصيصا للمبتدئات اللي كان بالك يلقاو صعوبه كيفاش يخيطوها كيما خيطها انا المره اللي فاتت. هذه مليحه ليكم بزاف، تبعوا هذه الطريقه راح تنجحوا فيها اكيد. فوالا هنايا تبعوا غير الطيه، تحطوا القماش تاعكم فقط ورايحين تخيطوها بسهوله تامه. هاي اللي كان راني نتبع غير في الاخر ونحطها. هذه الطريقه اسهل منها ما كاش، اكيد كامل رايحين تقدروا تخيطوا هكايا. فوالا نروح بخياطة مستقيمة، نراعي دائما قلت لكم الطية اللي درتها، نراعي هكذا. شوفوا كيف راني نتعامل مع القماش، فوالا ما نخلي حاجة، حتى وإذا جات شوية مرفودة ولا القطعة الحمراء راح نقتلها بالحديد. نقتلها، هذه واحدة قتلك فاش تقتليها، كي نقولهم نقتل حاجة خياطة ولا، طبعا انا هذا التعبير مجازي، نقتلها نروح للحديد اكيد. هذه الحديد قلت لكم هو صديقكم الوفي في الخياطة، ما تقدروا تخدموا حتى حاجة بلا الحديد، هو اللي يساعدكم بزاف في الخياطة. هكذا نروح معها نكمل كامل الطريق تاعي، ويكون عندي الريدو هذا جاهز، ما يبقى لي غير ندير له الربطات وندير له لو نو. راح نخيط معاكم النو اليوم، الربطه كنت خيطها معاكم الخطره اللي فاتت وريتكم كيفاش تخيطوها، ما نعاودوش، ما نظلوش نكعرر كما قالت لي وحده. الوغ نختصر عليكم وراح نشوفوا الشكل النهائي في اخر لا فيديو. كما راكم تشوفوا هنايا خلاص كملت الخياطة، وجات يعني خياطة متقونة متقونة لآخر حدود، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. كما راكم تشوفوا هنا ما رحت الحديد، مازال ما رحت للحديد أبدا، كما حددتها كما خيطها راهي. هنا نجيب لاغوفلات نتاعي، وأكيد أكيد راح نخيطها عادي جدا جدا، نحط لاغوفلات ونجوز عليها الخياطة. طبعا انتوما البنات أكيد راح نتراعوا اللون تاع الخيط اللي راح تستعملوه. أنا هنايا اللون تاع لاكانيت اللي راح نستعملها من تحت اول ما يعني اول حاجه هنا، مادام حنخيط فوق الاحمر راح نستعمل الخيط الاحمر، بعدين راح نستعمل اللون الابيض لانه الجهه التحتانيه راح تكون في الابيض. هكذا باش تجيني دائما دائما خياطتي تجي تي شابه تي بيان فيني. هنا خياتي قبل ما نكمل، كما راكم تشوفوا راني درت طيه هنايا. علاش درت هذو الطيات؟ لاني لاحظت ان الاغوفلات تاعي مع التالي يعني وين يدخل التخانق ما جاتش في بلاصتها، هذا ما كان.
اللون تاعنا كيف راح نخيطو؟ انا جبت قطعه مستطيله، الطول تاعها هو 25 سنتيمتر على 13 سنتيمتر. المهم اختياري الطول، المهم تكون قطعه مستطيله. هنا راح نطويها على اثنين، راح نخيطها ونخلي الفتحه فتحة صغيرة، يعني راح نروح معها بالخياطة ونخلي فتحة. بعدين راح نشوفوا الخطوة الثانية اللي راح نديرها. انا اخترت اني ندير لو نو تاعي شويه شويه كبير باش يجي بان في لي ريدو. هذا ما كان بعد ما خيطت الفتحه تاعي هذيك، خليت الفتحه. هنا شوفوا كيف راح نعاود نطوي القطعه تاعي. فوالا، راح نفتح القطعه تاعي هكذا بهذا الشكل بحيث تكون الخياطه في الوسط هكذا. هذه هي هنايا، وخلاص راح نروح بالخياطه من الجهتين اليمين واليسار، وهنا يكون النو تاعي واجد. بعدين راح نقلب القطعه وراح نشدو بالخياطه في الوسط، ولا نخيط له الربطه نتاعو اللي نديرها له في الوسط ويكون حاضر. هذا ما كان انه ساهل ماهل، ويجي يعني قمه الاتقان، قمه الاتقان. يعني بعد ما تروحوا للحديد، اكيد هنا بعد ما تقلبوا روحوا للحديد حدوه وراح يكون واجد. هذا نو كيكون متقون على أصوله، ولكن كي ما يكونش متوفر عندكم القماش يعني بوفرة، تقدروا تسلكوا راسكم وتخيطوا له نو تاعكم كيما تعرفوا. هذه هي. فوالا فوالا فوالا، هذا هو الشكل النهائي نتاع الريدو نتاعي. جا بسم الله ما شاء الله، جا بزاف شباب، جا تحفه، يعني مولاتو انبهرت به. الحمد لله يا ربي، هذا هو الهدف، ان لما تخيطي خدمه تكون متقونه وتكون شابه وتكون في يعني كل حاجه في بلاصتها، راح يخرج بزاف بزاف شباب. كانت هذه لا فيديو تاع نهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، نتمنى نكون افدتكم ولو بالقليل. في الاخر نقول لكم ما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس بيوصلكم كامل جديد نتاعي، واللي مازال ما اشتركوش نقول لكم اشتركوا، اكيد ماكمش راحين تندموا. فضلا وليس امرا ديروا لي جيم لا فيديو، خرجوا دوك ديروا لي جيم، تهلاو في روحكم، تهلاو في صحتكم، تلاقاو في ساعه الخير في وقت ما خير ان شاء الله. ما تنساوش حبيباتي خلوا لي تعليق شباب كيما نتوما الشابات والعذرات نتاعي. الى اللقاء، دمتم اوفياء وفيات لقناتي، قناه دنيا باراديتونج. دمتم.